انا كنت عايز اطمن جمهوره من الاستاذ بخيل، لان انا لما رحت انا زي ما قلت لك هو كان اكل اكله وعملت له تلبك معه فرجع لبطنه. تمام. فلما رجع لبطنه حصل ان هو رفض الاكل تماما، لان كان حاسس بالم جامد في امعاءه. يمكن دي كانت اللحظات الاخيره. حاولت اكله مرضيش، كل اللي قدرت اعمله له خوفا من ان يجيله جفاف ان انا اديته جزء من كوبايه عصير. حضرتك كنت صديق مقرب ليه وعارف طبعا كل الاسرار والخبايا اللي كان ممكن هو ما يقدرش يقولها لاي حد، ولكن يقولها لك ازاي؟ اكيد. ممكن تقول لنا ايه هي ابرز الاسرار اللي قالها لك قبل الوفاه؟ ان هو مرتاح في المكان اللي هو فيه. ان هو مرتاح في المكان، في المكان اللي هو فيه. يعني لما قلت له تعالى معايا مع الأصيل بيتك ما رضيش، تعالى نروح المستشفى اللي جنب البيت، المستشفى جنب البيت هعمل لك تشيك اب، لانه كان خلاص يعني اعصابه ما فيش اعصاب تقريبا، وكان حركه بالنسبه له كانت صعبه. قال لي لا انا عايز اموت هنا. ممتلكات الموسيقار الكبير حلمي بكر كبيره وعديده، هل اتحدث معاك عن الممتلكات او اللي من تمتلكها بعد وفاته؟ لا، دي حاجات مش هنقدر نتكلم فيها، لان استاذ حلمي بكر ثروته او ممتلكاته يعني كان تم السر عليها شويه، انا مش هقدر اقول. استاذ بسام قول لي، يعني المفروض النهارده كان مراسم تشييع الكتمان وثم طبعا الدفن وخلافه، التعطيل سببه؟ التعطيل انا لما كنت عنده الخميس سايبه الخميس الساعه 2 بالليل. تمام. الجمعة الساعة 4 العصر اتصل طبعا انا بزوجته على طول عشان اتابع حالته، قلت ان انا وديته المستشفى، ولما راح المستشفى عضلة القلب وقفت. تمام. لما عضلة القلب وقفت فقد الحياة. الحقني تعالى لي بسرعة، فجريت على هناك. فرحت طبعا لقيت الدنيا مقلوبة هناك، الأقارب محدش منعك ولا مرة انك تدخل على الفنان حلمي بكر؟ لا 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 لا، انا طلعت له فوق الاوضه. ولا الحارس اللي احنا سمعنا عنه، حارس اللي هو الحارس اللي كان في حارس باين عطار ولا مش عارف ايه فين؟ انا ما اعرفش، احنا ده كل ده اللي تم تداوله، فانا بتاكد منك. لا لا لا، مفيش كلام. انا رحت المستشفى، المستشفى اللي في الشرقيه. وطلعت فوق لما عرفوني او عرفوا شخصيتي دخلت، زوجته كانت مانعه اي حد يخش. حفاظا على حرمة الميت. طبعا حرمة الميت. فلقيت نوم على السرير وهي عمالة تبكي. فقعدت اقرا قران. ايدي على النار وقعدت اقرا القران. سوره ياسين، سوره الرحمن، الواقع. وبعدين هنعمل ايه؟ قلت اتابع الاجراءات. سالت على الاستاذ فتحي اخوه، قلت له احنا هنتقابل سوا. عرفت ان هو فوق عند المدير. طلعت فوق، معايا صوت شويه استاذ بسام. طلعت فوق لقيت الاستاذ فتحي بيتكلم على الورق، عايز ياخده سماح مراته مخلصه كل حاجه يعني. تمام. خدت الورق، فكان بيعاتب الدكتور ازاي يديلها الورق، احنا اخواته اولى بيه، احنا كذا احنا كذا. كان اختلاف وجهات النظر. تمام. هي لها وجهه نظر ان ده جوزها وعايزه تاخده في البيت عندها او في بيته هو، يتغسل ويتكفن ويطلع من البيت. بيته اللي هو توفى فيه. البيت اللي هو توفى فيه. اه. هم شايفين من وجهه نظر ثانيه. ده لحمنا ودمنا. ده لحمنا ودمنا واحنا احق بيه منها. اه. طيب هسألك ثاني، سبب تأجيل تشييع الجثمان ليه؟ سبب تأجيل تشييع الجثمان لأن احنا المفروض حصل إشكال زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، والخلاف وصل للشرطة. اه. وتدخل النيابة. فسبتهم راحوا الشرطة وأنا ما سبتهمش. قعدت معاه وراح الشرطه هنا مستشفى السلام ولا هناك؟ هناك. هناك في الشرقيه. كان في الشرقيه في قفصه. لما راح الشرطه هناك الضابط قدر يطلب منهم وقال لهم انتوا خدوا الورق وانتوا خدوا الجثمه وقعوا على البيت خلصنا الماتش. تمام. واحنا جايين انا راكب معاه الاسعاف والمدام بتاعته وبنته. تمام. بقى جايين ورانا في العربيات، جزء من عند المدام بتاعته وجزء من عند اخواته. وخلاص انتوا جايين يعني خلاص الساعه 3 هيدفنوا. لا اتفقنا ان احنا بقى هنطلع على 20 الساعه 12 بالليل، فالمفروض ان احنا نوصل الساعه 2 3 بالليل.
مش هناخد وقت يعني تقريبا خدش ساعتين تقريبا. ومعنا عربية إسعاف مجهزة طبعا الوزير بشكره من هنا هو اللي وصى وبعته الدكاترة وبعته نستكشف عليه في البيت. موال كبير حصل يعني بصراحة الدولة ما تأخرتش حقيقة يعني. فاحنا جايين اختلفوا بقى في الطريق، هم عايزين ياخدوه قصر السويس وهي عايزة تاخد المهندس تمام. فهم صمموا على رأيهم وهي صممت على رأيها. فأول كمين وقفت عربية الإسعاف واستدعت الشرطة. يعني هي من قامت باستدعاء الشرطة واللجوء إليها عشان تحافظ على جثمان زوجها. بالظبط. آه. وبعدين الضابط حاول يحل بينهم قال لهم يا جماعة لازم نتفق، ما ينفعش نستخدم قيمة وقامة وي 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 والكلام ده كله. كل واحد طب أسألك سؤال معلش. هي خايفة تديهم؟ لا هي مش خايفة. هي يعني كان دي رغبة انه يطلع من بيته. يعني هي بتحاول تحافظ على وصية؟ لا هي مش وصية، هي كانت رغبة. رغبة. على هنا يعني بصراحة. فهي قالت هو كان عايز يطلع من بيته. الفيديو اللي انتشر وكان بيقول انا مش خارج من هنا ولو خرجت من هنا انا هعمل مشكلة. انه كان في الكفر السابق. ما كانش عايز يمشي. كنت رايح انت بدو عشان يروح مثلا يروح. لا هو حد الصحية كانت يعني في النازل. بس هو قال انا مش عايز امشي. فطبعا المشوار جامد جدا يعني انا باجي من اكتوبر كان في ساعه وكل 4 ساعات شويه. فكنا عايزينه جنبينا المهندسين واصحابه وحبايبه اللي حواليه وكده، بس هو كان رافض للاسف. استاذ حلمي يعني حساس قوي. كان صعبان عليه قوي ان حد يجي يشوفه في الحالات. حاولت اقنعه ان المرض مش عيب يا استاذ حلمي، كلنا بنمرض وده حكم القدر علينا امراض الشيخوخه، انت مالكش ذنب. طب الوضع دلوقتي ايه يا استاذ بستان؟ الوضع دلوقتي الموضوع وصل للنيابه. تمام. وانا سايبهم في النيابه. تمام. والجثمان وديناه مستشفى السلام. تمام. ومستشفى السلام حطيناه في الثلاجه لحين وصول ابنه. موجود هناك في الثلاجه يعني؟ موجود في الثلاجه. لحين وصول ابنه. اخر معلومه وصلتني ان ابنه هيوصل الساعه 8 بالليل. تمام. غيرت 8 بالليل. 8 بالليل هيوصل؟ لان كان المفروض تيجي الساعه 4 وتاخرت. هيجي 8 بالليل طبعا مش هنلحق على بال ما يطلع من المطار، تبقى 9 10 اوصل البيت الوقت المتاخر. اقاويل لا في اقاويل انه يعني ممكن بناء على لا هو هيبقى في النيابه ان هيبقى ممكن مفيش دخل دلوقتي خالص. لا هيبقى صعب الدخل عندك. فالمعلومه اللي جت لي ان هو هيجي بالليل. طب هيجي بالليل يبقى بقى نسيبه بيت في الثلاجه والصبح ان شاء الله من بدري هنكون في المستشفى. بس يتكفل ان شاء الله يطلع كده على مستواه الاخير ربنا يرحمه ويرحم احمد طه. امين يا رب. استاذ بسام السعدي السيناريست الكبير وصديق الفنان